سؤال مهم، ايه هي المرارة؟ المرارة عبارة عن كيس صغير اسفل الكبد، طوله 10 سنتي شبه الكمثرى، عبارة عن مخزون للعصارة الصفراوية، بتقدر تخزن حتى 50 ملي من العصارة الصفراوية. أهمية العصارة الصفراوية أنها مسؤولة عن هضم الأكل المشبع بالدهون، فبالتالي أول ما بناكل أكل فيه دهون كتيرة، فيه منتجات ألبان كتيرة، المرارة بتنقبض، تعصر 50 ملي من العصارة الصفراوية، تخش في الجهاز الهضمي، تبتدي تهضم الأكل الدسم ده. من أهم الأمراض اللي ممكن تصيب المرارة هي تكون حصاوي بداخل المرارة. إيه الأسباب؟ من أهم الأسباب السمنة، مرض السكر. دول أصلاً مرضين في الوطن العربي وفي مصر. السمنة والزيادة في الوزن بتمثل 30% من الناس، السكر 15% من الناس، وده طبعاً منعكس على نسبة تكون الحصاوي. فبنلاقي إن نسبة تكون الحصاوي بتوصل 20% من الأشخاص. 70% ما بيكونوش بيشتكوا من أي أعراض، و30% بيبقى عندهم أعراض لتكون الحصاوي داخل المرارة. فاللي ما عندوش أعراض ما بنعملوش أي جراحة ولا ما مش محتاج أي علاج. 30% اللي عندهم أعراض لازم يستأصلوا المرارة. طيب إيه الأعراض اللي ممكن يجي بيها مريض المرارة؟ أول حاجة المرارة موجودة تحت الكبد في الجزء الأيمن هنا بالضبط في المكان ده، فبالتالي يمكن يجيب ألم، والألم هيبقى موجود في الناحية الجزء الأعلى من البطن في الناحية اليمنى، أو ممكن في وسط البطن، أو ممكن يسمع في الكتف. ده أول أعراض وأهم الأعراض، بيجي شخص بيكون موجوع وبيتألم، ممكن تستمر الفترة وبين يستريح من الألم، ودي النوبات اللي بنسميها نوبات المرارة. نمرة 2، ممكن يجي بإحساس بحموضة، مجرد حموضة وتعب وتقل مع الأكل. الألم والحموضة بيحصلوا أكتر مع الوجبات الدسمة زي ما احنا قلنا، لأن هو ده الوقت اللي بتنقبض فيه المرارة عشان تفرز الحامض، ولكن ساعات الحصوة بتسد السكة، فبالتالي يحصل تمدد زيادة، ألم وإحساس بالوجع والحموضة. من الأعراض الأخرى التانية، من كتر الألم ممكن يبقى فيه غثيان، وممكن يكون فيه قيء إلى حد ما. لو تطورت الأعراض ممكن توصل إلى سخونية وارتفاع في درجة الحرارة، وممكن يبقى معاه رعشة في الجسم. مهم قوي استئصال المرارة أول ما بيحصل أي أعراض. ليه؟ لأن ممكن يحصل مضاعفات، والمضاعفات تكون شديدة. من أهم المضاعفات، 1، التهاب حاد في المرارة، ممكن يؤدي إلى ويوصل لدرجة غرغرينة وانفجار في المرارة، ودي مشكلة كبيرة. ممكن يحصل حاجة اسمها صفراء انسدادية. الحصوة اللي موجودة جوه المرارة ممكن تجري في القناة المرارية، تسد المجرى الرئيسي للقناة المرارية، فبالتالي يحصل انسداد والصفرة تعلى في الجسم، ويجي الشخص شكله أصفر شاحب اللون، عينيه مصفرة جامد، تلاقي الناس بتقوله في الشارع انت مال عينيك صفرة شوية، يلاقي لون البراز فاتح، لون البول غامق، لون الشاي. دي كلها أعراض ان حصل مضاعفات من الحصوة، حصل صفراء انسدادية، لازم بسرعة يستشير طبيب. التشخيص بيكون ازاي؟ تشخيص بسيط جدا، عن طريق الكشف، أشعة سونار على البطن بيؤكد ان في حصاوي، او ما بنأكد مع وجود اعراض لازم زي ما قلنا المرارة تتشال على طول. استئصال المرارة لا يشكل اي مشاكل في الهضم، لان ببساطة شديدة الجسم بيقدر يتعافى، وبعد ما المرارة كانت هي المخزون للعصارة الصفراوية، بتقوم القناة المرارية بتمدد عشان تستعيد العصارة الصفراوية الزيادة اللي كانت بتتخزن في المرارة. فيمكن في أول بس شهر أو شهرين ممكن يكون في عسر في الهضم شوية، عشان كده بنقول للمريض بعد العملية تجنب برضو الأكل اللي كان بيتعبك قبل العملية لمدة شهر أو شهرين، لغاية لما الجسم يتعافى ويقوم بدور المرارة. استئصال المرارة عملية إلى حد ما بسيطة، هي بتجرى بالمنظار، جروح صغيرة أقل من نص سنتي، التعافي بنخرج من المستشفى نفس اليوم، أو ممكن نبات ليلة في المستشفى. عبارة عن 4 فتحات صغيرة موجودة في أعلى البطن، نص سنتي زي ما أنا قلت، بنرجع شغلنا في خلال 3-4 أيام. الناس المهتمة بشكل الجروح، في طرق كتيرة قوي نخلي إن العملية ما تبانش أي جروح خالص في البطن. طريق نجري استئصال المرارة عن طريق فتحة واحدة من خلال السرة، فبالتالي ما يكونش فيه أي جرح،
واحدث طريقه بنعملها ان احنا نخلي الجروح كلها في عند خط جرح القيصري فوق عظمه الحوض، فبالتالي ما يبانش اي جروح خالص ان انت عامل اي عمليه قبل كده، خصوصا في السيدات اللي هي اصلا نسبه المراره اعلى فيها. بس دي كان شرح بسيط لمشاكل المراره، واتمنى ان يكون اي حد عنده اعراض مجرد تشخيص بسونار يقدر ياكد لنا هي دي مراره ولا لا. والف سلامه للجميع.